أنجلينا جولي بفستان من فيرساتشي. قبل ما نحكي عن الفستان لازم نحكي عن بوز أنجلينا جولي على الريد كاربت. ما أعرف ليش سوت هاي البوز، حتى سووا تويتر أكاونت أنجلينا رايت لاج وهسه عنده أتصور 30,000 فولوور. طيب خلينا نحكي عن الفستان، شو رأيكم فيه؟ أنا حبيته كتير، my favorite، لأنه بالنسبة لي أظهرت الأسود بشكل كتير جديد، وهي أنجلينا معروفة كتير بتطلي البسيطة وما كتير بتتكلف على اللي بتلبسه. يعني لما كانت حبلي كانت لبسة بي سي بي جي ماكس أزريا ما بتفرق معها كتير. أنت قلت شي تعليق قبل ما نصور عن الشعر، أنا بوافقك وبنفس الوقت مش معقوش جذابة، مش معقوش طالعة جذابة. هي أنجلينا جولي كاسم، يعني شي إز أنجلينا جولي. أنت عارفة في المؤتمرات الطبية يأخذون أقسام أنجلينا جولي، عيونها، خشمها، شفايفها للتعليق، تستخدم في التعليق من قبل الأطباء. نعم، فنانة نجمة مميزة يعني، بس مش معناها نجمة مميزة أنه خالف تعرف، يعني أنه أنت معروفة من غير ما تخالفين. ففتحت الفستان الزايدة عن حدها قللت شوية من فخامة الطلة، هذا رأيي في الموضوع، ولكن هي متكاملة، هي جميلة، يميزها خط الفك اللي أنا دائما يعني في ناس تنظر لشفايف أنجلينا جولي، كاختصاصي أنا أقول لك هو أجمل شيء، أنا أنظر لخط فكها الجميل، رائع جدا. هي أنجلينا جولي على طول يعني، يا أما بتحبيها يا أما ما بتحبيها. لا أحب في كل الأحوال، بس هي حبت يمكن تروي أنه هي أنجلينا في آخر الثلاثينات تخيلي أو أوائل الأربعينات، أنه هي لا زالت في لياقة، في جلد صح جميل. صحيح أنا عندي ست أولاد بس لساتني